مساء الخير وتحية لكل المشاهدين خصوصا محبي الرياضة. حلقة جديدة من فيوتشر سبورتس بترافق بتقديمها أنا والزميل عباس حسن. مساء الخير عباس. مساء الخير لك محمود. يعني اليوم أخبارنا رح تكون منوعة مثل العادة، ودائما بما أنه بلش الدوري اللبناني أو بلشت حمى الدوري اللبناني وكرة القدم اللبنانية تأخذ عجلتها، فبالتالي بده يبلش أخبار كرة القدم تنال الحصة الأكبر بهذا الإطار. طبعا تعرف أنت أنه هلأ بلشت الفرق كلها عم تستعد لانطلاق الكأس النخبة، منا عم يستعد لكأس التحدي، والكل عم يستعدوا للدوري اللبناني للفوتبول. حملة للأجانب وإلى ما هنالك وغيره من الأمور يلي عم نشوفها بالملاعبنا اللبنانية، وبدأت المباريات الودية. من ضمن المباريات المباراة اللي كانت عم تجمع بين فريقي العهد والصفا على ملعب العهد، واللي انتهت بفوز العهد بنتيجة 3-1، ولكن هذه المباراة ما فينا نخدها معيار، رح ننتقل احنا وياكم نشوف بالمشاهد. هذه هي الأجانب يلي عم تتجرب بالفرق مثل ما قلنا. ملعب العهد كان عم يحتضن هذه المباراة، وما فينا نقول انه الفرق كلها، يعني اذا ربح فريق يعني انه هذه هي النتيجة ستكون نهائية، لا مش هذا المستوى. انه يعني في أجانب عم يتجربوا، في لبنانيين عم يتجربوا، انتقالات على قدم وساق، وهون عم نشوف تسديدة سي الشيخ أو هدف سي الشيخ يلي عم يتسجل داخل الشباك السورية، تضامن سوريا اللي تعادلوا 2-2 مع فريق النجمة. وكنا عم نشوف أيضا لاعب أجنبي أفريقي عم يتجرب، كونه هو رح يكون ليبرو بعتقد على ما أعتقد، وبالإضافة لسينا سورو. معي على الخط أمين سر نادي النجمة، بعد شوي رح يكون كرمال نحكي بكثير أمور بتعلق بكرة القدم وتحديدا فريق النجمة. إذن عباس، قبل ما نتصل بأمين سر نادي النجمة بدنا نشير أنه صحيفة البطولة المغربية المهتمة بأخبار كرة القدم العربية كانت أكدت أنه نادي النجمة اللبناني رح يبدأ خلال الساعات المقبلة اتصالاته مع فادي نجاح لاعب بتروجيت المصري السابق للعرض عليه الانضمام إلى صفوف بطل لبنان. وبحسب الصحيفة فأنه مصدر داخل النادي أكد اهتمامه باللاعب الشاب وسعيه نحو ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرا لكونه من اللاعبين البارزين بالدوري المصري. كمان أيضا خبر تاني، كشف اللبناني حسن المحمد مهاجم سيراواك الماليزي أنه اقترب من الرحيل عن فريقه الحالي بعد 4 أشهر بس على انضمامه إليه قادما من النجمة، ليفتح الباب مجددا أمام عودته لفريقه السابق. بكل حالات هالخبرين مصدرهم إحدى الصحف العربية والسوشيال ميديا، بس نتأكد طبعا من صحتهم. معنا على الخط امين سر نادي النجمه استاذ سعد عتيني. مساء الخير استاذ سعد. مساء النور لك لضيوفك. قبل ما اسالك عن هالاخبار اذا صحيحه ولا لا، وصلك خبر تعميم الامن العام اللبناني بعدم دخول لاعبين من بلاد معينه الى لبنان بسبب ايبولا؟ شو احنا الحقيقه عندنا اكثر من لاعب عم بشرناهم بالفياس وعملنا المعاملات، ورفضوا اليوم انه لان في سانكشنز على بعض بلدان. صحيح هذا الكلام؟ صحيح. يعني هذه نعم، وفي حتى لاعب كان جاي لفريق الصفا تم ايقافه ورده على طريق على المطار بسبب ايبولا، وطلب من بعض اللي فاتوا كمان حتى لاعبين من نيجيريا وهنالك وكذا دوله انه يعملوا لهم تيستات. على كل حال، شو الحقيقه انه حضرتكم عم تتصلوا بلاعب من بتروجيت مصري؟ واحد. اثنين، خبر ثاني ذكر بانه اللاعب حسن محمد يلي كان بماليزيا خاض مباريتين كاملتين اختير فيها افضل لاعب بالمباريتين، اصيب اجى على لبنان وهو عم بيقول انه بدي ارجع على نادي النجمه. شو رايك؟ نحن في موضوع عن اول شيء مش اللاعب فادي هذا من بتروجيت، واحد من المرشحين انه ينضموا لنادي النجمه لمركز قلب الدفاع. اما مشان لاعب حسن محمد عانى اصابه، وبعتقد بكره حيتوضح كثير امور العلاقه انه حيرجع على النجمه ولا حيبقى هون. عرف كيف؟ وليه؟ لان في عنده اجتماع مع الاداره، متهيألي من هلا لبكره بتبين الامور كلها.
هل انتهى موضوع اللاعب سي شي اللاعب لاسينا سورو؟ لاسينا سورو ما في قصه بالاساس بنقول انه انتهى ولا ما انتهى. لاسينا سورو طالما اعتمد من الاتحاد اللبناني للكره القدم يعني الشيء اللي قام فيه نادي النجمه سليم وبصب انه بالحسب الاولين المرعيه الاجراء. ما في شيء نقوله عن لاسينا سورو، والدليل على ذلك انه الاتحاد وقعه رسميا وشارك مع النجمه. موضوع لاسينا سورو ما بعتقد في بعد اسلوب نحكي فيه. طيب شكرا لك استاذ سعد. فريقنا بشيت شكرا، فريقنا بشيت وافد الجديد لأن الدرجه الاولى بالدوري اللبناني عم يواصل تحضيراته بقياده المدرب موسى حجاج. كان يفترض ان يتوجه الى مصر لاقامه معسكر اعدادي قبل انطلاق بطوله لبنان، انما نتيجه تاخير بمنح التاشيرات للاعبين اصبح المعسكر التحضيري بمصر مهدد بالتاجيل او ربما الالغاء. طبعا اخر معلومات حول الموضوع بنتابعها سوا باتصال مباشر مع رئيس النادي محمود. مساء الخير سيد علي. مساء النور احمد الموسوي معك. سيد احمد الموسوي اذا رئيس نادي النبي شيت معنا على الهواء مباشره. بدنا نسالك بخصوص موضوع التاشيرات، هل تم منح التاشيرات للاعبي فريق النبي شيت او بعد؟ اول شيء يسعد مساكم ويعطيكم الف عافيه، ونحن نصر انه نطلع معكم على الهواء على شاشتكم الكريمه شاشه المستقبل. لنا الشرف، اهلا وسهلا فيك. الله يخليكم. بالنسبه لنادي النبي شيت اللي هو نادي طلع جديد، في ناس يمكن هلا عم يسمعونا لأول مرة بيسمعوا بهذا النادي، وفي ناس بلشوا يسمعوا. هو نادي أول مرة بيطلع للدرجة الأولى من محافظة الضباع، لأول مرة بتاريخ الضباع بيطلع نادي على الدرجة الأولى. دعمنا صفوف النادي باللاعبين على مستوى، فكان لازم نعمل المعسكر. وبحثنا على موضوع المعسكر الخارج خارج لبنان، إذا في إمكانية نعمل معسكر. تبين إنه الإمكانية الأفضل هي بدولة مصر. جهزنا كل امور المعسكر بمصر وحددنا مواعيد المباريات، ولكن فوجئنا انه السفاره المصريه بلبنان ما اعطتنا ما منحتنا تاشيره الدخول على مصر. حصلنا حوالي 10 ايام الملف كل يوم بيؤجل لثاني يوم، وجينا اليوم رافض نهائي على موضوع التاشيره، فلذلك اضطرينا الى الغاء هذا المعسكر والاستعادة عنه بمعسكر داخلي بلبنان بمنطقة جنوب لبنان منطقة البادلية. إن شاء الله من المعسكر الداخلي بيكون كمان إيجابياته جيدة لتحضير الفريق لأنه يكون في أحد الفرق إن شاء الله المنافسة للدوري الدرجة الأولى لبنان إن شاء الله. أستاذ علي، عن موضوع الانتقالات، هل من لاعبين أجانب رح ينضموا لصفوف النادي او اكتفيتوا بالانتقالات؟ نحن حاليا اللاعبين الاجانب اكتمل صفوفهم بنادي النبي شيخ. ضمينا اللاعب المدافع فريق الاهلي المصري ومنتخب مصر للشباب هو اسلام مصبح، وضمينا لاعب كابتن منتخب سوريا ونادي تشرين خالد الصالح، وهدف الدوري السنغالي للموسم ما قبل الماضي شيخ ديوك. فثلاث لاعبين اجانب اكتملت صفوف نادي النبي شيخ. باللاعبين المحليين الحمد لله كمان الله وفقنا بمجموعه لاعبين، هلا الوقت هو ان شاء الله للانسجام داخل الفريق. اوكي سيد احمد، انا بدي اعتذر منك مجددا سيد احمد مش علي. علي ومن لبنان بنروح لفلسطين المحتله وتحديدا لقطاع غزه اللي كان وما زال عرضه لعدوان اسرائيلي، عدوان ما وفر لا بشر ولا حجر، وكان للرياضه الفلسطينيه نصيب من الخسائر الفاتحه. أظهرت الصور القادمة من غزة حجم الأضرار الكبيرة بالمنشآت الرياضية يلي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي على القطاع. دمار هائل وأضرار جسيمة ألحق العدوان بالرياضة الفلسطينية يلي خسرت العديد من اللاعبين، بينهم لاعب المنتخب الفلسطيني السابق لكرة القدم عاهد زقوت بينما كان نايم بسريره. يعني الاستهداف لعاهد بين انهم هم معنيين يقتلوا كل شيء. هم يعني معنيين يقتلوا الرياضة، يقتلوا الحياة بغزة، يقتلوا كل شيء. يعني هذا الانسان كان بجد كان دائما يحكي لي لما كنا نقعد في المباريات، نفسه كان حلمه انه يكون فريق فلسطيني هو فريق عالمي يلعب في المباريات الدوليه، يلعب في المباريات العالميه. كان مبدع في اسلوبه في
في التدريب وفي في في التعليق وفي التحليل وفي في انشاء المدارس الكرويه و شو ذنبه؟ انا فهموني شو ذنبه؟ واحد رياضي ما له علاقه لا في سياسه لا من قريب ولا من بعيد. كل التنظيمات حبايبه وكل التنظيمات بحبوه بعزوه لانه رياضي. الرياضي دائما محبوب. وتشير التقارير الى استشهاد 20 رياضي فلسطيني خلال القصف الاسرائيلي من بينهم محمد قطري اللاعب الواعد بصفوف نادي شباب الامعري للمحترفين وكذلك اللاعب الصاعد عدي جبر يلي كان على وشك التعاقد مع نفس النادي. رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب شكل لجنة خاصة بتتولى مهمة تسجيل وتوثيق الإصابات يلي تعرض إلى الرياضيون والمنشآت الرياضية بغزة للتقديم للهيئات الرياضية الدولية. احنا راح نتوجه لكل المؤسسات الدولية وأنا شكلت لجنة في قطاع غزة وأنتظر الوثائق والمعطيات لمتابعة ذلك، والجرائم لن تختفي بالتقادم. بدي أذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا دائما عبر صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر ولمتابعة آخر الأخبار الرياضية عبر موقعنا www.futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع www.futuretvnetwork.com. بريك ومنرجع.